لا مصيبة اتخانق معها ولا مصيبة ما تعمل مثل ما بدي عالسد. ماذا تفعل والدة جو بوعيد في صالون زهرة؟ معتصم؟ شو بدي لك عن معتصم؟ يا جهرتنا، حدا قالك انه الشمس بتشرق من محلي؟ هيدي اخر مرة بشوف دجاجة من دجاجتك عندي بالصالون، وإلا بدي اذبحها وطعميها لك ليه بالسكك. منتوف يا دجاج. ما بعرف اذا عم بتشوف الناس كيف عم بيرجعوا يعيدوا المشاهد على طريقتهم ولبسينج، عم بتشوفهم عم بتحب؟ عم شوف كل ما افتح تيك توك عم ما شاء الله الصفحات ما عم يطلع لي غير مشاهد من المسلسل او ريميكس عنه، فعن جد الحمد لله. تويتر، فيسبوك، وين ما كان عم نشوف قصص ما بتوقع انه اصلا يعملوها تركيبات معينه. بعد بشوف دجاجه من دجاجتك عندي بالصالون، بدي اذبحها وطعميها لك ليه بالسكك. منتوف يا جي. وهالمسلسل هو التجربة الأولى لجو بوعيد بعالم الدراما بعد ما اشتهر بالفيديو كليبس. ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان أعيش على حسك. وقدم فيلم سينمائي وحيد عام 2012 بعنوان تنورة مكسي. شو الصعوبات اللي واجهتها كأول تجربة لك بالمسلسلات؟ صراحة لك المخرج الحقيقي أنا برأيي بيقدر يخرج حيالله نوع ماتيريال، بس أكيد كل واحد عنده تخصص أكتر وعنده نوع يعني بتعبك أكتر أو بياخد منك طاقة بمحل معين. المسلسل أول شيء بدك نفس لأنه وقته أطول، وبدك تعرف تضبط إكيب كبيرة، يعني ممثلين كلهم يكونوا على روح واحدة. المشهد اللي بيتصور بأول نهار اللي هو بيكمل بالنهار العشرين بده يكون الروح ذاتها، بده يكون نفس الممثل ذاته. فكان في أنا بالنسبة لي مش صعوبات، لأنه اللي عامل سينما هو القصص كمان بفكر فيهم وبيقدر بيشتغلهم، بس برضو أنه أوردرز كل يوم ويلا السرعة. يمكن هو إذا هلأ أفكر بشغلة هي أنه نخلص عدد دقايق ومشاهد كتير بالنهار. والمشاهد ما كانت التحدي الوحيد اللي واجهه، كمان التعامل لأول مرة مع ممثلين نجوم صف أول. أول كم يوم يمكن نادين ما كانت بعد يعني متوقع انه كيف هيدا الجو بده يشتغل، مش معودة على طريقة شغلي، وانا كنت يمكن معود على شخص دغري انه يعني يعمل القصص مثل ما هي. فاخدت لنا كم يوم لاخدنا على بعض. يا ابن الحلال هلا فرجيك يا ابن الحرام. لكن بعدها مش الحال بيناتهم، بس ما في يقول لك من بعد خامس سادس اوردر كيف صارت الانرجي والطاقة. يعني صرنا نادين بتفهم علي على الطاير، واصلا هي حدا شاطر 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 قد ما بقول لك قليل. يعني بيجي النص مثلا في قد ما هو مكتوب بالنص في قدن كاتبته نادين حده. شو عم تحكي؟ لا يا شيخ، يا ما شاء الله شو هالشهامة اللي عندك. اما بطل العمل معتصم النهار فكانت التجربة معه مختلفة. معتصم؟ شو بدي لك عن معتصم؟ فات وهو اذا بدك حاطت كل نفسه انه جو تصرف عمول الكاركتر مثل ما بدك. يعني عن جد لو شخص ما عنده هالنجومية ما كان بيتصرف مثل ما كان معتصم عم يتصرف. يا جهرتنا، حدا قالك انه الشمس بتشرق من محلي؟ وغير نجوم العمل، جو كان عنده التحدي الاكبر مع ممثلة واحدة وهي رندا سيئلي اللي عم بتأدي شخصية رندا. شبكي يا رندا على الفوطة والظهرة بدك تبخريني؟ ايه على الفوطة والظهرة بدك تبخريني. فيلي ما بيعرفوا الكتار انه رندا بتكون والدة جو بالحقيقة. كيف صار انه صارت جزء من الكاست؟ مام صراحة يعني قلنا فترة يمكن شي سنة سنة ونص منصور اشياء على انستغرام وعلى الستوريز، وردت فعل العالم كانت يعني ما معقول شو بحبوها. لما صباح اللي هي يعني المنتجة كمان بتحضر ستوريات رندا وبتحبها وبتربطنا اصلا يعني صداقة عائلية بين بعض، أكثر من مرة قلت طب ليه ما رندا بتكون بصالون زهرة؟ قلت أنا يا عمي لا، بلا ما كركبة بلا ما لبكة. وبعرفها هي يعني ما فيك أنت ماما ما فيك أنت تقلها شو تعمل، فقلت أنا يا عمي لا شو فوت بديباجة معها، لا مصيبة اتخانق معها ولا مصيبة ما تعمل مثل ما بدي عالسات. يعني ما كانت عم تسمع الكلمة، ما كانت عم تطبع نص، هولي هي كيف تحكي، حتى على شوية تيابة وشعرها هي كانت تجي خالصة مخلصة مثل ما هي. يا ريت ابني كان مخرج. ليه؟ لانه لو كان مخرج شوي كان اهتم نتفي بامه وطلع عليه بكل غير زغر شوي بالعمر. ولك هيك ومش عم بخلص من العالم قد ما مغرومين فيكي. والى جانب ردود الافعال الايجابيه شفنا بعض التعليقات اللي قالت انه المسلسل فيه كثير من روح فيلم كراميلا نادين لبكي اللي انعرض بال2007. رح اقول لك اياها بامانه وبصراحه، نحن بالاول لانه كانت فكره صالون حلاقه ببيروت كنا خيفانين، لانه كلنا بنعرفه للفيلم وانا بحبه وبحب نادين لبكي كثير، كنا خايفين انه يصير في تقارب. بس للامانه من وقتها بلشنا نشتغل كنعمل السيت ديزاين واصلا القصه كيفيه شو صاير،
ما حدا بقى كان مفكر انه العالم حتقارن. اي لوف نادين لبكي واي لوف كراميل، بس سالون زهره جدا مختلف، غير خط، غير توجه، غير طريقه سرد. يعني انا شخصيا ما خيفان ولا شوي، بس بدي اقول لك شغلي، حتى لو اذا بدهم يشبهوا انا بكون مبسوط، لانه بالنهايه هذا فيلم انا بحبه وناجح. يعني من الافلام الحلوه اللي عملتها نادين، ومن الافلام اللبنانيه اللي نحن انا شخصيا بفتخر فيها. انا اللي عجب ما بيعجبني بفتخر بهول الافلام، فاذا العالم بدها تشبه انا بكون مبسوط، عرفت؟ بس برضه بقول لك انه غير خط. شو بدنا نعمل لهالطله الحلوه؟